اوباما. اه اوباما احنا خلصنا مرشحين ولا ايه؟ اوباما بما انه لا، لو عايزه يعني تكلمينا عن الفيديوز اللي معانا في فيديوز تانية، مرشحين تانية، في لسه مرشحين تانيين من غير فيديوز والله. لو عايزه غير فيديوز يعني، بس عشان لو في لينك في فيديو يعني حركه معينه أوكي. حضرتك بتحب؟ لا هو في بس في عندنا برضو من ابرز المرشحين في حمدين صباحي، عشان بس يعني هما عارفه المساواه في الظلم عدل، لما بيقولوا ان هما ايه، هو عشان سلمى فما رضوش يقولوه، فانا هقوله بقى اجباري عشان اقولها في وشها. الموضوع اصلا يعني الناس فاهمه غلط خالص على فكره. هقوله في وشها على فكره. قولي قولي قولي، انا مش خايفه، انا واثقه فيه على فكره، قولي. لا هو عنده مهارات حواريه عاليه جدا. اللي قواه شويه ظروف سجنه قبل كده او اعتقاله قبل كده، هو مهاراته دي جايه من الباك جراوند بتاعه، الخلفيه بتاعته برده كفي الصحافه والاعلام، وخريج كليه اعلام مش كده، قسم صحافه. هو بس انا شايفه انه يفتقد مهاره التسويق لنفسه، اللي هو لازم يسوق لنفسه اكتر من كده. وعنده يمكن دي بقى، بس دي يمكن تفصيله زياده شويه انا ببص لها لان ده مجالي، لغته قريبه قوي لناس معينه. اوكي، لان هو ريفي وطيب قوي، من بلطيم. فالطيبه دي من بلطيم بالظبط، طيبه البلطيم اللي هي العينين الطيبه دي والبتاع، هي على فكره نفس يعني الفيتشرز بتاعتهم بتبقى حتى واحد تلاقي معظمهم شبه بعض، بتبقى بلطيم. فبتلاقيه بيتكلم كل الريف المصري عموما على فكره، بس يعني بتوع بلطيم مميزين على فكره، انا عارفه بتوع بلطيم عشان كده. فهو في الطيبه دي محتاج شويه حزم شويه عشان يقدر، مع الحزم مع المهارات التسويقيه. بس مفيش حاجه في البادي لانجوج، في حركات بيعمل كده كتير، بيضم دي كتير، دي يعني بيبوينت، دي يعني بتعملي بوينت لحاجه، بيحاول يرتب افكاره عن طريق ايديه فعلا. بيلاحظيها في الفيديوهات. خلي بالي في الفيديوهات. انا شهادتي مجروحه فمش يعني مش هرد انا بقى بصراحه دلوقتي، كل ما يجي لازم نتصرف في الموضوع. لا على موضوع الحزم الاصلي بالذات، لا هو حازم على فكره، بس يعني معاكي انت معلش دعوه، لكن انا مش هتكلم في الحته دي فعلا. طيب تمام، احنا عايزين برضو نتكلم عن في مرشحين تانيين. لا في، لا خلاص كده يعني دول. اوباما بما انه يعني هو فجر برضو يعني شخصيه عالميه ورئيس امريكا، فيعني عايزين نعرف برضو من طريقته او من حركاته. هو لو جينا بنمثل البادي لانجوج اللي هندرسها، او لغه الجسد ومهارات الحواريه اللي هندرسها للرؤساء، هنجيب ده كمثال. تمام فعلا، يعني هو شاطر يعني، اتفرجي على الناس دي دارسه. مش بتهزر على فكره، واخد ذا بيست كوميونيكيتر سنه 2006 جايزه اساسا، يعني يبقى احسن حد في التواصل. ركزوا في حاجه اولا، اللي حد في التواصل لازم يبقى رئيس. انت شفت الفيديو ده؟ ما حدش ركز معايا. ايوه ايوه شفت، كان شغال. لا لا معلش، العبوري بيتعاد تاني بيتعاد تاني. هو الاكزيت بتاعه بقى، الخارجه بتاعته، هو ماشي. بس دي مش دي بجد؟ لا لا لا، دي كانت حاجه يا جماعه، دي متركبه، انتوا بتهزروا. فوتوشوب، فيديو فوتوشوب حصري عندكم، تعملوا الفيديوهات فوتوشوب عندكم. لا مش فوتوشوب، هو حاجه ثانيه. بس قول لنا، بصي بقى، الرقبه مفروده، كتاف مفروده، حركه الايد محدوده جدا، لان حركه الايد الكتيره للرؤساء مش حلوه، للمحاضرين وللمذيعين وللمدرسين للمحامين. اوكي لو مش المحامي والمدرس، ان هو يبقى ايه بقى، ايده جنبه ولا يبقى ايده على ترابيزه؟ هو لو قاعد على منصه مربعه هتلاقيه عامل كده معظم الوقت، لو بيحرك ايد واحده هتلاقي الثانيه ماسكه هنا. ده التدريب اللي بنعمله عشان ما نحركش ايدينا كتير. دي حاجه غير انسانيه يعني، مش لا هو بيقعد يعني، قصدي مش غير انسانيه، بس قصدي يعني مش فشايفه انا بعمل ازاي. ايوه انا بقول لك، انت يعني حاجه الدور جاي عليكم انتوا الاثنين. ربنا يستر. اوكي، فهي دي الايشو، ان هو بيبقى ماسك ايديه كده، لما بيجي ينصت مش يسمع، ينصت لرئيس هتلاقيه نزل كده ومال ناحيته. تمام. اوكي، هتلاقي بيستخدم التوراه والانجيل والقران، كل ده ذكاء عاطفي شغال. دول هيحبوه، دول هيحبوه، دول هيحبوه. بيعمل بوزات او وقفات في وسط الخطاب بتاعه بطريقه، البوز محسوبه بالملي، بيحسب المقدمه هيتكلم قد ايه عشان الناس ما تملش، بيحسب الخطاب اللي جه في مصر هنا كان حتى لو ده مش هو وناس وراه يعني بيجهزوا طبعًا، ده مش طبعا مستشارين طبعا. بيقرا من حاجه اسمها التلي برومتر، بيبقى متركب هنا وهنا، فبيبتدي يقرا وياخد مهارات القراءه. طبعا بتاع مصر كان فيه تلي برومتر، كان فيه اوتو كيو طبعا. ايوه كان باين قوي. بالعكس ذكاء. لا لا لا، ده احنا جميعا عملنا تحليل للخطاب ده وجبنا الصور، وناس من جوه صورت لنا يعني ناس كتيره كانت بتتكلم في انه كان باين عليه تلقائي لدرجه ما هو ده اللعب بتاع التلي برومتر. معلش انا اسفه، يعني انهي خطاب اللي كان هنا في مصر؟ هنا في مصر اوباما. انا فاكر خطابات المصريين. لا لا لا، كان في تلي برومتر وكان موجود على الناحيتين.
عشان كده لان هو كان بيقعد بقى ويواجه. ايوه يعني ما هو ده هو ده اللي بيوصل للناس شطاره في اي خبره. بس برضو بغض النظر يعني انا متاكد ان هو قاري السبيتش دي حوالي 300 مره والله. لو عندك يعني مهارات قراءه مش ومهارات بريزنتيشن سكيلز او عروض تقديميه. انا ساعات بعمل بريزنتيشن بيبقى اول مره اشوف الورق قدامي ويحسوا ان انا دارسه مثلا بقالي 50 سنه في الموضوع ده. اللي كان غير اللي كان الرئيس المحظوظ كان لينكولن لانه كان بيعرف يكتب كويس قوي. وكان محظوظ ليه؟ لان ما كانش فيه ساعتها لا انترنت ولا راديو. فكان كتاباته ممتازه بس لما كان بيجي يتكلم كانوا بيقفلوا منه بصراحه. في رؤساء كتير جدا كده يعني كينيدي كان معروف قوي بالبادي لانجوج بتاعته، معروف انه كسب حملته برده بالهيئه بتاعته وقفته وثقته بالنفس والكلام ده كله. فكل الرؤساء اللي بيعتمد. بس في نفس الوقت برده عايزه اقول كلمه، مش شرط ان احنا نهتم بده ونسيب المضمون. بس ما يبقاش لا ده ولا ده. هو مش شرط، هو ما ينفعش اصلا. حبيبتي في الاول خالص قلتي الدراسه اللي بتقولك انه اللي يحمل على الكلمات 7% في الاخر بالزبط. بس برضو ما نقدرش نعملهم لان هم دول هم ده مضمون في الاخر. لما حد بيقول لي او بيواجهني بيقول لي يعني احنا هنقعد نبص للبادي لانجوج ولغه الجسم وطريقه الكلام ونسيب المضمون؟ قلت لهم ماشي نضمن حاجه بدل ما يبقى لا ده ولا ده، يعني في قبول شويه. بس ده حضرتك اللي بتركزي، يعني اقصد انه انت بتركزي انك بتحللي. احنا بيوصلنا ده بشكل في السب كونشس تقريبا، يعني بيوصلنا من غير ما ناخد بالنا. يعني انا ما ببقاش مركزه، انا عن نفسي يعني ما ببقاش مركزه قدامي لا لابس ايه ولا بيحرك ايدي ازاي. انا اللي مركزه في كلامه، وهل حاسه بقى ان هو صادق ولا مش صادق. ده دي الحاجه الوحيده. يبقى معنى كده ان انت هاتي باراك اوباما وهاتي حسني مبارك، تقتنعي بمين اكتر؟ اوباما بس. ليه؟ ما هو على فكره وممكن يكون ساعتها كان بيقول كلام كويس وده بيقول كلام، بس اتليست هو بيعرف هو عارف يقول ازاي. المقدمات هي المقدمات الطويله. يمكن على فكره كمان لاحظت حاجه في الرؤساء مبارك وبن علي، ابنائي احبابي كان نفس الخطاب. بص انا لو عملت كوبي بيست كنا بنتكلم على سوريا حضرتك ونبي فسري لي نفسي. طيب هقول لكم على الحته دي الاول، ابنائي يعني واحبائي وفجاه شهدائكم. تمام. يعني هو كان بيتكلم ابنائي واليه وفجاه فصل الايه الشهداء عنه. بشار الاسد طبيب جراح. اوكي ده شغلانته. شغلانته كان طبيب جراح. عنده ثبات انفعالي هائل. بص على طريقته وهو سوريا مليانه تقتيل وتدبيح حسبي الله ونعم الوكيل، وده واقف ما فيش حركه جسمه، ما بيعلاش الكوع عن الوسط، معنى كده ما فيش انفعال، يعني فيش جوه اي حاجه بتنفعل جوه معاه. يتكلم كده عينيه ثابته، حركات عينيه، الاي كونتاكت ثابت، عينيه مقفوله بدرجه معينه، تون صوته ما بيعلاش، بيتكلم عن شهداء وقتل ويعني لا هو بالنسبه له للاسف هو شخصيه. انا بس عشان افتكرت حاجه، انا اسفه جدا عشان احنا كنا بنتكلم عن رئيس السادات وعن اللقاء اللي كان معاه كانت استاذه همت مصطفى. همت مصطفى ما انا قلت لك همت يا بنتي، اصل هي مشهوره همت يا بنتي مظبوط. وعلى فكره هي كانت المحاوره الوحيده اللي قعدت مع رئيس جمهوريه، وكانت سابقه يعني في الوقت ده ان في مذيعه او اعلاميه تقدر توصل انها تعمل حوار مع رئيس. ما اعرفش حضرتك تتفق معايا في ده ولا لا، بس انا ممكن اقول من خلاصه الكلام اللي احنا قلناه النهارده ان احنا لو هنتكلم على رؤساء مصر فانور السادات ممكن هو اللي يكون عنده حته الكاريزما وعبد الناصر. لا عبد الناصر كاريزما. بصي هو على حسب بقى الراحه لحد، في ناس يشوفوا الكاريزما بتاعت السادات والقعده والبايب. في ناس بالزبط. طبعا كاريزما جمال عبد الناصر معروفه جدا. فهي ايه يعني على حسب الشخصيه. لان ده ليه اسلوبه وده ليه اسلوبه، الناس مش زي بعض. صح. لا عبد الناصر كان كاريزما انا يعني زعيم لا عبد يعني السادات كان بقى اللي هو بيقولوا عليه سلاي فوكس، يعني اللي هو الدماغ داهي واللي هو الداهي دهاء سياسي. يعني هو ده هو بس هو الايشو. بس في حاجه ان احنا بقى محتاجين، احنا دلوقتي المرسل بنثبت المرسل، عايزين المستقبل بقى. انا عايز اسال سؤال بس، يمكن السؤال ده بيدور في بالي. لو احنا دلوقتي في 4 رؤساء رشحوا نفسهم و20 مليون بينتخبوا، 15 مليون انتخبوا واحد والخمسه توزعوا على الباقيين، الخمسه دول هيعملوا ايه لو ما كسبوش؟ لو ما كسبوش اللي هم انتخبوهم؟ بعد 4 سنين بقى ينتخبوا اللي هم عايزينه يعني. ده انت بتقول كده؟ لا بس انت قاعد هنا، انت موجود معانا هنا؟ حضرتك في مصر هنا؟
لا ثانيه واحده، هو المفروض ان ايا كان يعني الناس خايفه من السيناريو ان الناس تنزل مدام تلاقي 5 مليون مثلا دول نزلوا المدام. لا الاغلبيه لازم نحترم رايهم طبعا. لا بس اصل لو ده كان حصل كان حصل في مجلس الشعب. ليه لو كان حصل في الاستفتاء او اول استفتاء او الاستفتاء بتاع نعم ولا يعني بتاع نعم ولا 22 يمكن عشان ما كانش في نتائج او يعني او قالوا نستنى بقى نشوف المجلس هيعمل ايه. فوالله نستنى، لازم نستنى نشوف كل الاحوال، لازم نستنى على اللي هيخطئ. بصي انا عايز اقول لك على حاجه برده، انا بثق جدا في يعني او احنا كلنا واثقين جدا في شعبنا يعني في الاخر ايا كان الاختيار. الحمد لله ان الاسامي المترشحه لحد دلوقتي هو اللي عارفينها على اللي مترشحه، الاسامي الحمد لله محترمه، في اسماء غير محتمله لسه ما نزلتش. اكيد اكيد يوم 10 مارس هنلاقي لما الباب يتفتح اكيد هلاقي اسامي ممكن ما كانتش تخطر على بالنا قبل كده. بس المهم انه يا رب يعني ربنا يولي الاصلح. انا بس عايز اسالك بقى في الاخر، هتقولي حاجه عننا وياد؟ اتفضلي بالراحه. اول حاجه انت بداتي حلقتك قلتي احنا عيانين وكل حاجه، فانت شخصيه حساسه قوي ان انت عايزه تبرري حساسه. لا حساسه بس بصي بقى الالم ده ايه حكايته معاكي؟ ما اعرفش لقيته هو كده. الالم ده بيشيل منك الارتباك عشان تبقي طبيعيه، التوتر او الارتباك عشان تبقي طبيعيه جدا، فبتبقي ماسكه الالم ده بتطلعي فيه الكلام ده. طب على فكره اقول لك على حاجه، انا عارفه معلومه ان انت تمسكي حاجه عشان تعملي خطاب، تمسكي حاجه في ايدك تطلعي فيها. بس انت والله انا بس انت سامعه قوي استفزازك بره مش هنا يعني بره في الطبيعه. تمسكي نفسك بس يعني او شقيه، هو شقيه جدا لان انت عينيكي عايزه بتقول الحاجه قبل ما انت تقوليها، بتعمل كده تلاقيكي دايما بتعملي كده. أيوة. فاهمه ليكي حركه معينه، ده والله لسه اول 5 دقايق شفتهم تدمي تدمي بقك قوي عشان تتحكمي في غضب او تتحكمي ايوه حاجه مش اي حاجه تطلع بالظبط كده. بلاش اقول لكم اللي هو لكم انت يعني تمام. تمام لا انا كتبت حاجات بسيطه كده يعني. اوكي في بقى اياد شخصيه بصريه جدا، انت بتشوف الحاجه قبل ما بتقولها. ليه؟ طول اليوم الاربع بتعمل كده، مستقله تروح عامل كده، كبيره تعمل كده. فده بيبقى بمثل يعني هتلاقيه لاحظي بقى هتقولي الاتجاهات او الاتجاهات هتلاقيه عامل كده دايره هتلاقيه بيتكلم. فده شخصيه تحليليه بصريه بس عنده ثبات انفعالي، واثق من نفسه، كلامه ثابت يعني. لاحظت ان هو شويه بيتكلم وايديه كده وشويه بيتكلم وايديه كده، فما فيش، ما اقدرش اقول ان هو معتد برايه، وما اقدرش اقول برده ان هو اللي في قلبه في لسانه على طول. بس طب انا الحته دي بعمل فيها ايه؟ لا انت بتبقي ماسكه القلم فعشان كده. لا اصلا بالعكس. طيب كويس، مش هتعرفي خالص. لا 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 بس عامه مش انويه يعني. الانوي هي هتلاقيه بيعمل كده على طول. هتلاقي الانوي كده بس كده. احنا كويسين يعني مش الحمد لله. لا لا تمام براءه تمام الحمد لله. طيب استاذه رغدة سعيد بجد نورتينا جدا، كانت حلقه ممتعه قوي. انا يعني انا يعني انا مبسوطه وانا بسمع جدا كده. نستفيد منها بس يعني بقى زي بالزبط. يعني نركز في المضمون ونركز كمان في يعني نحاول اصلا في الايام اللي احنا فيها دي احنا محتاجين اي يعني حاجه يعني نحكم قلبنا مزبوط. ونحكم عقلنا مزبوط. والمصلحه العامه لان يعني برده زي ما بنقول احنا قلنا الشخصيه العسكريه بتشوف المصلحه العامه، احنا كمان عايزين نشوف المصلحه. طبعا طبعا بس. طبعا هي طبعا. يعني اي حد بيسال بيحب البلد بجد اكيد عايز مصلحتها بغض النظر عن المصلحه. شكرا جدا استاذه رغدة، نورتينا فعلا في الفقره الجميله دي، وحاسه ان احنا عايزين يعني انا حاسه ان انا عايزه اجي اخد عنك كورسات. هعمل لكم سيشن بجد بقى بجد يعني. ان شاء الله نعمل كده. طيب كده فقرتنا خلصت، هنروح لفاصل سريع ونرجع مع الفقره الجايه.